بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الحمد لله جعل توفر الأمن مربوطا بالإيمان، فقال سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله سبحانه وتعالى واعلموا أن الأمن مطلوب لكل الأمم، والأمن ضد الخوف، وهو مقدم على حصول الرزق، لأن توفر الرزق مع فقدان الأمن لا يكفي. قال سبحانه وتعالى عن خليله إبراهيم: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. فدعا لهم بالأمن قبل الرزق، لأنهم لا يهنؤون بالرزق مع وجود الخوف. قال سبحانه وتعالى مذكرا قريشا بنعمة الأمن والرزق: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. والأمن إنما يتوفر مع الإيمان. قال الله سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فقوله يعبدونني لا يشركون بي شيئا هذا شرط في توفر الأمن، فالمشرك لا يهنأ له قرار ولا يقر له حال، لأنه فقد سبب الأمن وهو التوحيد والإخلاص لله عز وجل. وهذا ظاهر في حالة العرب قبل الإسلام، كانوا قبل الإسلام في جاهلية جهلة وضلالة عمياء، يغير بعضهم على بعض وينهب بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا. فلما بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بهذا الدين ودخلوا فيه، هنأوا بالأمان والعيش الرغيد، وصاروا إخوة متحابين، كما قال الله سبحانه وتعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون.
وقال تعالى: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. ثم لما ضعف الإيمان بعد القرون المفضلة وبعد انتهاء فترة الخلافة العباسية عادت الفوضى والقلق والاضطراب في كثير من بلاد المسلمين وانتشر بينهم الفوضى والخوف، فلم خصوصا في هذه البلاد بلاد نجد فإنها مشهورة بالثارات والقطيعة ومشهورة بالخوف والغارات. فلما قام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ودعا إلى التوحيد ودعا إلى الرجوع إلى دين الإسلام واستجاب له أهل هذه البلاد حكامها ومحكوموها، رغدت بالأمن الذي لا تزالون تعيشون تحت ظله ولله الحمد. فهذه البلاد تنعم بأمن يغبطها عليه جميع أهل الأرض، فهي مضرب المثل في توفر الأمن وانخفاض الجريمة، بينما الدول الكبرى التي تملك الأسلحة الفتاكة وتملك القوة وتملك الاستخبارات الدقيقة لا يتوفر لها أمن ولا يقر لها قرار، بسبب أنهم ليسوا على دين الله عز وجل، فلم تنفعهم قوتهم ولم تنفعهم خبرتهم ولم تنفعهم كثرتهم. أما هذه البلاد ولله الحمد فنعمة الله ظاهرة عليها، توفر فيها الأمن وتوفر فيها الرزق وتوفر فيها كل خير، فهذه نعمة عظيمة تدلنا على أنه لا أمن ولا أمان إلا بهذا الإسلام، إلا بهذا الدين الذي بعث الله به نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم. فيجب علينا جميعاً أن نشكر الله عز وجل على هذه النعمة وأن نتمسك بهذا الدين. أما إذا غيرنا فإن الله يغير علينا، كما قال سبحانه وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال تعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة على قوم أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا تنكرنا لنعمة الله وضيعنا أوامر الله فإن الله سبحانه وتعالى يغير علينا، كما غير على غيرنا من الأمم، لأن الله سبحانه وتعالى لا يحابي أحداً. وضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. والشكر لا يكون باللسان فقط، الشكر له ثلاثة أركان لا بد من توفرها. الركن الأول التحدث بنعم الله ظاهراً: وأما بنعمة ربك فحدث،
والركن الثاني الاعتراف بها باطناً بأن تعترف أنها من الله، ليست بحولك ولا بقوتك، وإنما هي فضل من الله سبحانه وتعالى. الركن الثالث أن تصرف هذه النعم في طاعة الله وتستعين بها على مرضاة الله، فإن استعنت بها على معصية الله فإن الله يغيرها عليك كما غيرها على غيرك. وهذا الدين جاء بحفظ الضروريات الخمس التي لا بد منها. الأولى حفظ الدين، وذلك بقتل المرتد الذي يعبث بدين الله ويستهزئ بدين الله ويشكك في دين الله، فهذا حكمه أنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل مرتداً. قال صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. وحفظ النفس، وذلك بالقصاص. قال تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. والثالثة حفظ العقل، وذلك بجلد السكران الذي يتعاطى ما يخل بعقله من المسكرات، فهذا يجلد 80 جلدة، وكلما كرر السكر يكرر عليه الجلد حتى يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. والثالث حفظ العرض، وذلك برجم الزاني إذا كان محصناً، أو جلده 100 جلدة إذا كان بكراً. والرابع حفظ المال، وذلك بقطع يد السارق. قال تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. والخامس حفظ العرض أيضا، وذلك بجلد القاذف الذي يقذف أعراض المسلمين ويقذفهم بفعل الفاحشة من زنا أو لواط، فإذا قذف مسلما فإنه يجلد 80 جلدة. قال تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فهذه أمور ضروريات لا بد من إقامتها، إقامة الحدود فيها، وحد يقام في الأرض خير لها من أن تمطر 40 ليلة، لما في إقامة الحدود من إصلاح الناس وإصلاح الأرض من الفساد، فهي رحمة من الله سبحانه وتعالى ومنة منه سبحانه وتعالى، وعلاج، علاج شافي، ولله الحمد. فهذه نعمة عظيمة تعيشها هذه البلاد، لا بحولها ولا بقوتها، فليست هي أقوى الدول، وإنما ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بتطبيق هذه الشريعة الإلهية الكاملة الشاملة. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا عليها، وأن يمن بها علينا، وأن يرزقنا التمسك بها إلى يوم نلقاه. نسأله سبحانه أن يثبت هذه النعمة
في هذه البلاد وفي غيرها من بلاد المسلمين حتى يعود للمسلمين أمنهم ويزول خوفهم، ولا أمن لهم إلا بالرجوع إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، إلا بتحكيم شرع الله، فإن لم يفعلوا فلن يزيدهم إلا خوفاً وقلقاً واضطراباً وتسلطاً من الأعداء عليهم. نسأل الله عز وجل أن يصلح ضال المسلمين وأن يجمع شمل المسلمين وأن يرد ضال المسلمين إلى الدين، إنه سميع مجيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. الذين ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا بما فيه من البيان والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على فضله وإحسانه، وأشكره على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله سبحانه وتعالى، واعلموا أن النعم لا تدوم ولا تستقر إلا مع الشكر لله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فكم من دولة قوية عظيمة السلطان زالت بسبب كفرها بنعم الله عز وجل. ولا يخفى عليكم ما قصه الله سبحانه عن الأمم السابقة من قوم نوح ومن بعدهم من الأمم، أنهم لما غيروا وأشركوا بالله عز وجل وعصوا الله، فالله جل وعلا دمرهم بذنوبهم. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، وكفى بربك بذنوب عباده خبيراً بصيراً. فلنعتبر ولنتعظ ولنحافظ على طاعة الله سبحانه وتعالى، وأن نؤدي ما أوجب الله علينا، ونتجنب ما حرمه الله علينا، وأن نتعاون على البر والتقوى، ونتواصى بالحق، وأن نربي أولادنا وأهل بيوتنا على طاعة الله، أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، أن ندعو إلى الله بالحكمة والموعظة أن ندعو إلى الله بالحكمة والموعظة والجدال بالتي هي أحسن، فإن ذلك ضمان بقاء النعم على المسلمين، كما سمعتم في الآية: ولينصرن الله من ينصره، بهذا الشرط، لأن الجزاء من جنس العمل. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. وبماذا ينصر الله؟ الله عز وجل قوي، ليس بحاجة إلى النصرة، ولكن ينصر الله بفعل أوامره وترك نواهيه، فإنه يكون بذلك قد نفع نفسه ونصر نفسه. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، هذه الصلاة العظيمة في اليوم والليلة 5 مرات، هذه كما قال الله سبحانه وتعالى: وأقم الصلاة،
إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، ومن حافظ على هذه الصلاة فإنه يحافظ على بقية دينه من باب أولى، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة التي هي حق للمحروم، للسائل والمحروم في أموال الأغنياء، ليست تفضلاً منهم، وإنما هي حق واجب عليهم لغيرهم، يجب عليهم أداؤها كاملة، وأن يضعوها في مواضعها التي وضحها الله في كتابه عز وجل. وآتوا الزكاة، ولا يكفي هذا أن الإنسان يصلح في نفسه، بل لا بد أن يسعى في إصلاح غيره، وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، فهذا لإصلاح المجتمع. فلا يسع الإنسان أن يسكت وأن يترك الناس من حوله يضيعون أوامر الله سبحانه ويفعلون المنكرات. قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور، الأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى، فمن أطاع الله فإن الله سبحانه وتعالى يكرمه في الدنيا والآخرة، ومن عصى الله فإنما يضر نفسه ولا يضر الله شيئا. فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وعليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، من شذ شذ في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً، وسائر بلاد المسلمين عامةً يا رب العالمين. اللهم ولِّ علينا خيارنا، واكفنا شر شرارنا، ولا تسلِّط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمراً يعزُّ فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم أصلح ولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين. اللهم أصلح إمامنا وأيده بنصرك. اللهم أصلح بطانته، اللهم أصلح بطانته وجلساءه ومستشاريه. اللهم أبعد عنه بطانة السوء والمفسدين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واردد كيده في نحره، واكفنا شره، إنك على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلاً، إن الله يعلم ما تفعلون. فاذكروا الله يذكركم، واشكروا نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.